السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم الفيديو بيحكي عن مصر أم الدنيا. إخواننا المصريين، حبايب قلبي، أجدع ناس وأطيب ناس. الفيديو اليوم راح يشرح عن البلاد اللي بتحسنوا تسافروا عليها بدون تأشيرة، تمام؟ بالإضافة للبلاد اللي بتحسنوا تسافروا عليها تاخذوا تأشيرة بالمطار، بس توصلوا على المطار تاخذوا تأشيرة من المطار، تمام؟ فاليوم راح اشرح لكم على البلاد يلي بتحسنوا تسافروا عليها، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. انا عم بعمل هي السلسلة بصراحة لكل البلاد، كل شيء بلاد، هلا راح اعمل عن كل جواز اي بلد وين تحسنوا تسافروا بنفس الطريقة، تمام حبايبي؟ ما راح اطول عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. بتشكركم لحسن متابعة سلف، ويلا خلينا نبلش. تمام حبايبي، تفرجوا هلا معي هون. هلا هذا الفيديو لحاملين جواز سفر مصر. حبايب قلبي، مصر ام الدنيا. هذا الفيديو بيشرح عن هلا البلاد اللي بتحسن تسافروا عليها بدون تاشيره، ما بتحتاجوا تاشيره، بالاضافه للبلاد يلي لازم تاخذوا تاشيره بس بالمطار، تمام؟ وبالاضافه انه البلاد بتحسن تاخذوا منها تاشيره عن طريق الاونلاين، تطلبوها اونلاين. هلا رح نبلش. اول شغله مثل ما كنتم شايفين عنا هون مكتوب عندي بدون تأشيرة، يعني البلاد يلي بتحسنوا تسافروا عليها بدون تأشيرة. حنبلش فيهم. هلا في بلاد بصراحة الأسماء بتاعها صعبة، فمش حاضر ألفظ الكلمة مظبوط، فأنتوا بإمكانكم تقروها، تمام؟ صرت أتكلم مصري. طيب، هلا في عنا إيران أول بلد، جزر كوك، دومينيكا، الإكوادور، ميكرونيزيا، مدري شو. أنا عارف، غينيا، هونغ كونغ، هونغ كونغ حلوة والله، هايتي، أندونيسيا، الأردن، سانت كيتس وينفيس، ولي على البلد ولي من اسمه أنا بطل إني سافر عليها، ماكاو، موريشيوس، شوف الاسم الثاني، ماليزيا، ماليزيا حلوة حلوة بيقولوا عنها كتير، أنا ما رح تلا بس بيقولوا عنها كتير حلوة، نيوي، السنغال، سانت فنست يا جماعة هاي الاسم عنكم لكم قروا، هاي آخر بلد بإمكانكم تسافروا عليها بدون تأشيرة، تمام حبايبي؟ هلا رح نروح على البلاد يلي بتاخذوا تأشيرة بالمطار، يعني بس توصلوا على المطار تاخذوا تأشيرة بالمطار. نكبس عليها. عنا هون لبنان، بوركينا فاسو، بنين، بوليفيا، الرأس الأخضر، جيبوتي، غانا، غينيا بيساو، كينيا، كمبوديا، جزر القمر، لاوس، مدغشقر، جزر مارشال، موريتانيا، جزر المالديف، مالديف حلوة كتير يا جماعة، موزامبيق، نيكاراغوا يحفظها احسن انا نلفظها. نيبال، بالو، رواندا، سيشيل، الصومال، توغو، تجاكستان، تيمور ليشتي، توفالو، تنزانيا، اوغندا، ساموا، اليمن، اخواننا اليمن، زيمبابوي، اخر بلد زيمبابوي، تمام حبايبي؟ هدول البلاد يلي تحسنوا تسافروا عليهم بدون عفوا بتاشيره بالمطار، بس توصلوا على المطار تاخذوا تاشيره بالمطار. طيب خلينا نفوت على تاشيره سلطه السفر الالكترونيه، يعني اذا بتحسنوا تاخذوا فيزا عن طريق الاونلاين. اها، ما في ولا بلد عن طريق الاونلاين، ما في ولا بلد حصلا من السفارات، تمام حبايبي؟ مثل ما كنتم شايفين هلا هي البلاد اللي شرحت لكم عنها اللي بدون تاشيره، وتاشيره اونلاين طلع ما في،
فهذا الفيديو تبعنا لليوم لاخواننا المصريين ولكل الناس اللي بيحبوا بيعرفوا انه الجواز المصري وين بيحسن الواحد يسافر فيه. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه باذن الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. شكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.